الكل لما نلتحق بنا في الجزء الثاني من برنامج الويكاند. رحب بضيافي الموجودين معايا في البلاتور. رحبوا باميره بن اسماعيل اللي هي نوتخ اركيتكت دانتيريور. مرحبا بك اميره. عسلامة. مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على اسباس تري امبورطون في لا في كوتيديان نتاعنا اللي هو السانيتير. كيما نقولوا احنا السال دو بان والسال دو. هيلا برشا. وعندي سؤال تم بعد نسأله لك. هذه سال دو بان سال دو نشوفوا بعد شويه. رحبوا بسي ياسين ابو زلفه اللي هو كوتش كيف كيف كاتب تونسي. مرحبا بك ياسين. هلا فاطمه. اكيد باش نشوفوا كيفاش باش نفهموا حياتنا انطلاق من فهم ذاتنا ومحيطنا الضيق ثم الاوسع. هاي برشا سكور راضين على حياتنا والا لا. سؤال مهم برشا. رحبوا زاده كيف كيف بنورهان القفصاوي اللي هي ممثله تسويق عن بيير كاردان واخيرا في تونس. مرحبا بك نورهان. عسلامه. مرحبا بك. اليوم باش تشوفوا مع بعضنا لانسمون دو لا مارك بيير كاردان اون تونيزي. اليوم لي اكسكلوزيفمون موجوده لي برودوي كنا ما عادش تو نستحقوا باش نسافروا لباري ولا لاسبانيا. هي ديجا موجوده في 45 بيي. اليوم موجوده عندنا في تونس. هايلة برشا. تنشوفوا وين موجودة بالضبط وكيفاش نجموا نشريوا بيير كاردان. كيف كيف مرحبا بضحى العكاري اللي هي خبيرة في التجميل. مرحبا بك ضحى. يعيشك. مرحبا بك فاطمة. أنا اليوم نمثل بيير كاردان. مش أنا باش نعطي عليه فكرة كبيرة لبيير كاردان، مي كومام احنا توا كشركة فونت أون ليني أون غرو إي أون ديتاي وكل شيء. دونك باش تسألنا أي امرأة في تونس باش نعطيوها فكرة، نعطيوها لي نوميرو، نعطيوها شنو يمشي يتماشى مع وجهها. سي سا كونسيير. وي جوستومون. كل ما تحب تشري من بيير كاردان خاصة تنشوفوا كيفاش يتباع في تونس، خاطر يتباع زادة اون لين. باش تكون معاكم ضحى وبيان سور اللي معاها الكل باش ينصحوكم شنو لي برودوي اللي تمشيو مع بشرتك. هذا باش نشوفوه بعد شوي بعد ما نرجعوا بعد الشيف سالي. مشكورة فاطمة. رحبوا بالطبيعة بضيوفنا في الدوزيام بارتي. توا باش نوصلوا للبيتنجيل اللي قلنا باش نعملوه فخسي. خديت البيتنجيل قصيته آخر وقت جست على الأوكسيداسيون تاع البيتنجيل، ماك تعرفوا باش ما يكحالش. باش ناخذ بالسيجمون بالسيجمون باش نحطه في الفارينة ومن بعد في العظم وآخر إتاب الشابلور. انا باش نعمل جوست كعبه بركه باش نوريكم ومن بعد باش نكمل الاخرين وحدي. دونك كيما تشوفوا اول حاجه فارينا عظم وشابلور وتوا باش نزيد عليهم جبن. اخترت موتزاريلا من عند مرياح جوست باش نقص شويه من الاكسي نتاع الشابلور في ايديا. كيما تشوفوا لهنا حطيت شويه موتزاريلا وباش نزيد عليه التروا فروماج زاده من عند مرياح. قبل هذايا شويه ملح في لي دو بارتي وشويه فلفل اكحل وجوست نسكر عليهم هكا. ومن بعد نعمل كل كعبه بحذا اختها وباش نحطهم في الفور. نجم راهو نقليوهم، اما بالطبيعه احنا ديما نحاولوا ناخذوا حاجه صحيه اكثر واخف. دونك باش نحطهم في الفور 180 دوغري لمده 4 دراج جوست يذوب جبن ويطيب شويه البيتنجيل. دونك انا باش نكمل المونتاج نتاعي ومن بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا الحاجه الحلوه. يعطيك الصحة شيف. وقيت باش نحكيو تنمية بشرية مع ياسين بوزلفة. اليوم ياسين برشا ناس سؤالها هل هو راضي ولا مش راضي على حياته؟ السؤال هذايا ممكن شنو المقاييس باش نعرف روحي هل انا راضيه والا لا؟ ولا هو هل هو كلام بركه يتقال برا ممكن تلقى واحد ستريسي ولا غيره يقول لك انا مانيش راضي على حياتي ومن بعد تلقى عايش فرحان وكل شيء. دونك لهنا السؤال هذا شكون اللي يطرحه اكثر واحد ممكن في حياته؟ هو تجي تشوف لو اي فرد مش يطرحه على ذاته قبل ايا كان معناتها، وبغض النظر على حالاته النفسيه والا حالاته اليوميه، راهو الرضا هي حاله معاشه قبل ما تكون حاله ادراك. قبل ما نوصل للرضا يلزمنا احنا نشوفوا الفرد منا، اي واحد فينا يلزم يفرق بين حاله العيش وحاله الحياه. صح. حاله العيش ربما هي درجه اولى فيها محددات شكليه كما الاكل والشرب، وفما محددات مجتمعيه كما واحد مش يحقق هدف معين ربما في السائد المجتمعي نتاعو كما الخدمه كما العرس كما الاستقرار كما ربما البرستيج سوسيال وما الى ذلك. لكن هذا في مرحله العيش. كيفاش احنا
ننطلقوا ما نكتفيوش بالعيش اللي احنا كلنا ربما نعتقد انه وصلنا لمرحله حياه، لكن احنا نكتفيوا بمرحله العيش. مرحله الحياه راهي هي المرحله الثانيه بعد العيش، كيفاش نوصلوا لها وكيفاش نرضوا عليها. اول حاجه لازمنا نفهموا ذاتنا، ذاتنا كنوات اولى وذات محيطه وذات اوسع من 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 الاسره ومن الشارع. احنا ذوات متغيره، لازمنا نطبقوا ثلاثه قواعد اساسيه. القاعده الاولى عكس المعروف، نفس الاسباب في نفس الظروف لا تؤدي بالضروره الى نفس النتائج. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه ما زاد عن الحد، يعني قلب الضد. ثم يلزم واحد يستوعب ويقتنع انه المكاسب لا تدوم والصعوبات لا تتواصل في الحالتين. لذلك احنا ماناش احنا ديما نحكيو على مجال حياتنا كمحطات. كي تقولش علينا تران قطار متواصل دون توقف، لكن هذا خاطئ. علاش؟ خاطر احنا كيما المحيط الضيق نتاعنا كيما اي حاجه نشوفها رانا نواه متغيره. كيما بالدجاج احنا نسهلها كل نهار ونهار. احنا 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 نحطوا اهدافنا صحيح، نحطوا مساراتنا التقريبيه صحيح، لكن ما نمشيوش احنا في نفس الغلطه خاطر احنا ديجا حطيناها صحيح ولا غالب وذاك هو. لا، تجم تتراجع، تجم تفكر مره اخرى، تجم تتفاعل وتتكيف مع المحيط، تجم تبدل من ذاتك وتبدل محيط. طبعا بالامكانيات الذاتيه نتاعك. وقتاش احنا نوصلوا انه نفهموا ذواتنا؟ وقت اللي نكون في استقلاليه تامه عن الوعي المجتمعي، احنا كل واحد عنده وعي. لذلك النواة الخاصة بينا، وقت اللي تاخذ قرار فردي ذاتي منك انت، وقت تقول تو وصلت حققت فهمي لذاتي وحياتي الخاصة. علاش؟ خاطر أغلبية العباد باش تسالوا ويسمعوا زادة يعيشوا حياتهم كل قراراتهم هي تكرار للقرارات المجتمعية. شنو تخدم؟ شنو الشعب اللي تتوجه لها؟ شنو نوعية اللبسة؟ نوعية شنو حتى في الزواج؟ شنو الشروط في الطرف الآخر؟ يجي يشوف ما قاش حتى قرار ذاتي منه هو، جوست يكرر في اللي تعلمه واللي استوعبه. وهذا خطأ كبير، مازال ما وصلش مرحلة الحياة، قاعد يعيش عيشة مجتمعية مستقلة الحياة فقط. الحياة هي شنو بالنسبة لك ياسين؟ الحياة اللي هي الحياة بالنسبة لك هي الرضا، معناها نبسطوها شوية معناتها للناس اللي تبعوا فينا. نعم. مثلا عبد باش يتولد باش يمشي يقرا. أيه. هل انا وقت اللي ما نكملش قرايتي لهنا وانا راضيه مثلا على انا ما كملتش قرايتي خاطر لقيت روحي في حاجه اخرى، مثلا كي مشيت تخدم. نعم. الحمد لله يا ربي ما نكون خير من اللي مشى وقرا وهذا تصير. أيه. تكا ولا صح. هل هنا انا نتسمى ما عشتش حياتي؟ اني انا ما كملتش وصلت مثلا ما خديتش الباك وما مشيتش خدمت ممكن الخدمه اللي انا وقت اللي انا صغيره نحب نولي طبيبه. أيه. فهمتني؟ هل الحياه هي انه انا نكون راضيه ونقول الحمد لله يا ربي على انا فيه مهما كان هو شنو انا فيه. أيه. هذا هو الحياه، والا الحياه اني انا نخرج عن السرب، معناتها نخرج على شنو معتقد وحاجه عاديه كوا. هذا بالضبط اللي كنا نحكيو فيه وقت صحفي عندك طرحته، انك بغض النظر على الرفاهيه الماديه في طريقة العيش أو صعوباتها، بغض النظر أنك تطبق ما جاء به المجتمع أو تتماهى معه تعارضا أو اختلافا، أن حاجتي لنا أنك يكون نابع منك أنت، قرار منك أنت، وقتها تقول أنا حقق ذاتي وأنا اللي قررت وأنا كذا. الفشل لنا اللي يقولوا احنا مجتمع خرج من قرايته، احنا في المجتمع التونسي حاجه كارثه اجتماعيه خرج من قرايته فشل ذريع. ومش صحيح، احنا نشوفوا برشا خرجوا من القرايه وقراوا معنا حقوا مشاريع كبيره. ما احناش نشجعوا احنا بيان سور على العباد تخرج من القرايه، ما بالحق اللي خرج من القرايه مش نهايه العالم. صحيح، احنا حاجتنا بالميادين الكل بطبيعه معناتها. فما حتى شو قرا معايا عندهم دكتوراه تو للاسف بطاله عندي انا مقاييسي ذاتي. هذا الدكتوراه هو اللي فاشل وهذا هو اللي ناجح، لكن فوق ذا معناتها الواجهه الاجتماعيه بين الفشل والخدمه وكذا، حاجتي انه هو يكون راضي على حالته الحاليه. حالته يجب يكون واحد غني برشا لكن مش راضي، هذا الفرق. واحد يكون متوسط لكن حقق اهدافه اللي هو قرارها في حد ذاته دون انه يكون متاثر بالمؤثرات الخارجيه بالمجتمع بالضغوط وكذا. فوالا، فانك تكون راضي وتحقق نسبة من قراراتك الذاتية بعيدا على الممارسات المجتمعية والضغوطات الأسرية وما إلى ذلك، لأن تجم تقول حققت نسبة من الحياة والرضا عن حياتك. لكن فما قرارات ياسين أوكي ممكن ما تمشيش مع تقاليدنا وما تمشيش مع عاداتنا وما تمشيش مع ممكن العائلة، فهمتني؟ أما هي قرارات نابعة من الذات. نعرفش نعطي حتى أي مثال بسيط باش الناس تفهمنا. أنجون مشي عمل تاتواج.
بالنسبه فما برشا عائلات ترفضها الحكايه هذه، تقول لك كيفاش مشي عمل التتواج، هو فرحان فرحان انه عمل حاجه بتتخفي بدنه، ويقول لك انا حر وبدني وما نعرف شنو. هل القرار هذا بما انه هو نابع من ذاتي وانا فرحان به يعتبر قرار باهي، مع انه يتنافى مع ممكن اللي صاير في عائلتي، والا لا يلزمنا نقيسه يراني مش القرارات اللي كنا ناخذها من عندي هذيك راهو حاجه صحيحه. ووالدنا راهو مش مثلا اللي عارض، معناتها راهو قرار ذاتي. هذا هو. مو صحيح، لانه الضغط اللي جاه من الخارج من الاسره والمجتمع خلاه ينبع في قرار مخالف لهذا القرار المجتمعي. معناتها مش قناعة. قرار ذاتي، مش عن اقتناع، جست عن نعارض وكو خالف تعرف. خالف تعرف. لكن انا بغض النظر على المثال هذا، انه انك تعمل حاجه مقتنع بها على المدى الطويل، زاد يجم الشاب هذا بعد شويه يندم على الاخر، معناتها ترسيله في عمليات وكذا. حاجتي بي يكون راضي اقتناعا من الاول. وهذا علاش انا ديما حتى في الحصص اللي نعم فيها، انه الوعي الطفولي نوعيه ونعود صغارنا من السادسه ابتدائي واقل، انه ياخذ قرارات ويتحمل مسؤوليته في الباهي وفي الخايب، باش انا كي نكبر نقاه ديجا واخذ مساره وحده ويعرف يختار. هذا هو معناتها. وايضا انه يكون خذا قرار معين مش بالضروره لو يكون مخالف لو باهي. يزمو يكون راضي عليه ومتماهي شوية مع المحيط نتاعو، باش يدخل في مرحلة الصراعات طبيعي، خاطر باش يدخل في مرحلة الصراع مع المجتمع أو صراع مع الأسرة يمكن يحط له عقبات وعراقيل لمجال وطرق كان يهدفها في أهداف أخرى وتعرق له بالضرورة. معناتها هي كل شيء مربوط ببعضه، نواة متكاملة. لازم نعلموا صغارنا كيفاش يختاروا من الأول، أكيد. حتى باش يختار لبسته، حتى باش يختار ماكلته، حتى باش يختار ما نعرفش انا قرايته، اي حتى ستيلو باش يكتب به. مثلا فاطمه انت احنا التوانسه كل متشابهين. اي. احنا راهو في صغارنا نرعشوا عليهم. صحيح. يزموا اللول ويزموا معادله شنيه وتاح نجري وكذا. هذا ربما دلال سي بون الرعايه والاهتمام به، لكن نعلموهم فما حاجات في الانسان اهم برشا، انك يكون عندك اراده مستقله. انك تعرف مدى استطاعتك، شنو تنجم شنو ما تنجمش، تربطها بالاراده نتاعك، مش اللي تحب تنجم، مش اللي تنجم تحبه، مش كل شيء وتاخذ بالنوات نتاعك اللي هي متمايه مع نوات، معناتها تاخذ ذاتك وتاخذ اسرتك بعين الاعتبار. ولذلك ينجم كي يوصل ثلاثة مراحل هذوما ياخذ قرار بغض النظر صحيح ولا غلط، لكن هو مش يجرب، وقت التجربه تعلم والفشل يعلم. والفشل عندي انا ما فماش فشل، لانه الفشل هو طريق للنجاح نحو نجاح اخر، وراه ثنيه غلطه باش نجح في انه يشوف ثنيه صحيحه وهكذا دوالك. اما احنا ديما نتكاو على الغير، اش معناتها؟ الصغير يتكى على والديه، والوالدين يتكاو على المجتمع، والمجتمع وهكذا دوالك. لذلك احنا ولينا مجتمع اتكالي، وقت تشوف في حالتنا معناتها اقتصاديا واجتماعيا وكذا في تردي مستمر، وهذا نابع من انه الذات الاولى اللي حكينا عليها من الاول ماهيش محققه في كل واحد فينا. صحيح. وفما زاد نوعيه اخرى من الناس ياسين اللي تلقاه الحمد لله يا ربي اقرا اللي حب عليه، وصل وين حب عليه، وعنده الفلوس، خذا المراه اللي حاجته بها، ممكن لابس عليه كما نقولوا احنا الاهداف نتاع الناس الكل، اما ماهوش عايش، يعني ما يعرفش يعيش، على خاطر تولي حياته نقولوا احنا في الزون دو كونفور، معناتها ما عادش فما الرغبه في الحياه. شنو تحب فياجيت مشي زار العالم، يحب فلوس ما وجوده الفلوس، وليت فما ما عادش فما رغبه في الحياه، فما ناس هكرة. صحيح بالطبيعة، وفما برشا هكا بين قوسين فما برشا مشاهير في العالم ربما انتحروا، لانه مع كل الرفاهيه اللي عايشين فيها ماهمش حاقين ذاتهم ومش ما عندهمش رضا داخلي على كل اللي يعيشوا فيه. exactly. هذا اللي قلناه بغض النظر على رفاهيه العيش ماديا ولا غير ولا مدين. صعوبتها أي. اللي ذكرته انت كل من خدمه وطريقه عيش وما الى ذلك وقرايه وحتى رحلات وسفرات اللي هي من اكثر مظاهر الرفاهيه يجب يكون انعكاس للتمظهر الاجتماعي لا غير. صحيح. لكن داخليا ربما يترجم رغبه الاصهار والاسره في انه ينحى يمشي في المنحى هذايا، لكن هو مش راضي على روحه. ربما كانت عنده فكره اخرى على حياته، فكره الطبيعه الحره، فكره البساطه، فكره كذا، ما حققهاش ولا عنده اكتئاب ورجع لروحه بالسلب، ومش باش يرضيه الوضعيه اللي عايش فيها، مرضيه كان الوضعيه اللي يحب عليها. ايوه هذا علاش انا حابه نقول انا من خلالك ياسين بيان سور، ماكش متقلق حاس روحك داخل طويك في اكتئاب، قوم وبدل اي حاجه، قوم بدلها وتشوف روحك في كل ديفي اللي باش يصير تولي تحب تعيش، على خاطر غدو يلزمني نمشي نعمل كذا ويلزمني ما كان وصلت لحاجه ستابل وكل شيء راهو
باش تدخل في الاكتئاب واللي انت ما عادش تحب الحياه. اكيد ما لازمش تتردد انك تبدل الوقت اللي صايد تلقى روحك دخلت في بدايه اكتئاب ولا بدايه صعوبات انت ماكش قادر انك تواجهها ولا بدايه ظروف نفسيه في في في, في اي مرحله في محيط ماكش موالم ليك بدل من غير ما تتردد. علاش؟ خاطر اخيب حاجه انه الانسان يفسخ ذاته لاجل ذوات الاخرين. تجم انت تكرس وقتك وتضحيتك لاجل اولادك ولا اسرتك هذا تكريس من التضحيه ما يسالش، اما تفسخ ذاتك فكرا ووعيا وفائده ومستقبل وهذا اسمه انتحار على قيد الحياه، وهذا اللي ما ندعلوش جمله واحده، وهذا لذلك احنا ديما نمشيو في انه نبنيو الثقه في النفس اللي جينا عنده احباط واللي جا عنده مشكله نبنيو له ثقه وبعد نشوفوا له مشكلته. قاعد نحل لك مشكلتك وانت ماكش عارف حتى شيء سيبارا بينهم. صحيح. هي. اميره من بكري نحسك متفاعله مع الموضوع. سوجي اما انا نقول ديما من الصغار وحتى لين يكبروا ديما السوسيتي هي اللي تبعوا فيها اكثر، ديما فما الانفلونس نتاع نتاع لي برودوي ونتاع التقليد ونتاع الحاجات الجدد، دونك واحد يحاول يعمل دوزاج للصغار سورتو بين الزوز بين يوريهم ما يحرمهمش، خاطر باش يوليو يحسوا اللي صحابهم زايدين عليهم وعندهم ويتفرجوا حاجات جدد، وزيدا ما نسكروش عليهم برشا وزيدا واحد ما يحلش برشا. صحيح. دونك لازم ايكيليبغ، لازمنا نتبعوا الزوز الحق. بالضبط، ولا باش يبنيو عبد ايكيليبغي على الاقل نفسيا يكون متوازن. نورهان ذولي العباد الكل عندي معنا اهداف نحبوا نحققوا لها، واذا كان مثلا وصلت ما حققتش الهدف اللي انت حبيت تعمله كيفاش تنجم تكون تتصرف مثلا؟ بالنسبه لي حتى لو كان عندك تحط حلم كان ما حققتوش من بعد جو سيبا 3-4 عام، بالنسبه لي انا نعاود حلم جديد ما يقفش اللي من بعده لازم تعطي فرصه روحك مده تحقق ما تحققش اقل من العام، اقل من 3 سنين على الاقل عام على الاقل وبدل بالحق سينو تدخل في دوتخ هكا في ديبرسيون وتقف وتقول سي ليشيك. نورهان ما تكثرش علينا برشا ثلاثة قالت لك ثلاثة أربعة ضحى. أنا باش نقول لك حاجة اللي هو أنا كل يوم عندي حلم. أنا ملي نقوم الصباح نخمم إنه أنا أهدافي كلها متحققة. الحاجة اللي حاجتي بها باش نوصل لها نوصل لها. نقول عليها راهو سي بون إن شاء الله باش نوصل سي بون، ملي نقوم الصباح نخمم في حاجة جميلة نخمم في الطاقة السلبية. ديما نخمم إيجابيا صدقني، حتى لو كان يبدا عندي دينار في جيبي حتى يبدا عندي 10,000 فرنك في جيبي، عمري من نهار خممت إني أنا مش باش يكون عندي من بعد شوية بعد بساعة بعد بساعتين بعد بثلاثة. ديما الحمد لله ملي أنا صغيرة فاطمة لو إني معناها هذا زاد حاجة بين الإنسان يتفائل خير. لازم تبني على الإيجابية الذاتية واللي مقتنعة بها وتحفز روحك بروحك، بتسنى حتى حد يحفزك. ربما كما قلت لك نفس الأسباب في نفس الظروف لا تؤدي لنفس النتائج، نسمو احنا قصة نجاح عالمية وكذا لكن ما تولبناش في نهاية الأمر. معناتها هذا محفز لكن احنا نبنيو نجاحنا نحقق ذاتنا. أنت تكون مشروع دياس مشروع لنفسك وتنجح مشروعك، ربما نختلف مع نورهان في أنها تقول نبدل نحط حلمه وبعد نخدم عليه ونبدل. لا انا نرى انه الانسان يحط احلامه وطموحاته اللي هي مختلفه شويه اون باغاليل الكل في فرد وقت يخدم عليهم الكل، نجح في هذا ما نجحش في هذا كذا، ما نخدموش بطريقه صناديق. فاحنا النهار اللي تعدى ما يرجعش، لذلك احنا نربحوا الوقت في هنا الكل ولا ونحطوهم الكل واللي باش نحصلوا اكثر ما يمكن هذاك هو اللي بيه الفائده. سامحني باش نقول لك حاجه فاطمه، انه انا نمشي باللي قالوا ربي مثلا، كي نتبعوا القران ونتبعوا شنو قال ربي سبحانه، انه انت تقوم الصباح يعني اسعى يا عبدي وانا نسعى معاك، يعني قوم الصباح وقول يا ربي دونك تلقى الدنيا كلها محلوله في وجهك. انا هذا شنو هذا زاد حاجه باهيك نتفائلوا بالباهي بيان سور العمده على ربي. دونك خلينا تويكا نشوفوا التقرير الخاص ببيير كاردان اللي صار اللونسمون تاعو في تونس واللي احنا ولينا البلاد 46 الموجود فيها الماركه هذيا والبراند هذيا الفرنسيه. نشوفوا التقرير شويه منه ومن بعد نرجعوا نحكيو مع لي ريبريزونتون نتاعها.
هذه كانت شويه من التقرير ان شاء الله باش نشوفوه غدوه. خلينا تويكا نعاودوا نحكيو مع نورهان اللي هي ممثله عن شركه بيير كاردان اللي هنا في تونس. نعطيك الكلمه نورهان، تعطينا كيفاش تمت انه اقنعنا بيير كاردان انه يجي لتونس. Aujourd'hui بيير كاردان موجود في تونس grâce à la société Beauté Durable Trading. عملنا بارتناريا مع بيير كاردان باريس. حسينا اللي لا فام تونيزيان تستحق لي برودوي سوفيستيكي اللي تخليها مرتاحه في لابو، مرتاحه اوسي في الميزون بوتي نتاعها. لا تكستور كانت وقت اللي مشينا ليزابوغاتوار وشفنا ريالمون كيفاش معناها كل شيء سيرتيفي. لي ريشيرش نتاعهم كل عام يعملوا دي انوفاسيون. اخترنا كيلكو ارتيكل باش يكونوا موجودين في تونس، منهم سكين كير لي سيروم تلقاو فيه الفيتامين سي، الاسيد الهيرونيك. زيد جبنا اون جام لارج نتاع بادي كير باش تلقى فيها لي جيل دوش، باش تلقى لي كريم. معناها ما نسيناش لا فام في كل هذا. المكياج زيد باش نرجعوا له خاطر الناس بالحق تسال عليه. احنا خاطر كنا سويت على دوموند نتاع لي كليون الناس شيرش بيير كاردان، هذاك علاش احنا حابين نجيبوها لو بلو تو بوسيبل. ديجا اللونسمون كان سو سامدي. باهي نحكي لكم شويه على الميك اب. باهي باش تلقاو عندكم لي برودوي كيما الاكوا واو، باش تلقاوها في الفون دو تان. ديجا هذه من لي برودوي اللي ياسر مطلوبين، كلها اباز مينيرال. باش تلقاو فيها ميم لي فون دو تان تلقى فيهم لي اس بي اف. لا جامل كلها تحترم الطبيعه. زيد عنا لي زيكرون اللي هما كونتر يو في. ديجا بعد باش تفسري لكم ضحى كيفاش ان طونك خبير التجميل كيفاش لو برودوي مع انهو تيب دو بو يتماشى. فرحانين برشا اللي اليوم موجود. وبيير كاردان يقول تو يتفرج فينا يقول كيفاش معناها اقنعتوه، معناتها علاش جيت تعمل معاكم انتوما؟ اكيد فما برشا ناس طلبت انه بيير كاردان يجي لتونس. على خاطر احنا اون غروند سوسيتي ما شاء الله. وي عندنا لا ديستريبيسيون لتونس الكل، عندنا شين دي ماغازان، هذاك علاش اختارتنا احنا باغمي لي زوتر انتربريز، خاطر عندنا بورتفو دي كليون كبير برشا، هذاك علاش اعطت فينا ثقتها بور ديستريبيوي لا مارك في تونس الكل. باهي برشا. وزيد تعملوا فونت اون ليني نورهان. وي الناس اللي لي كليون اللي طالبين اجوردي بيير كاردان يلقاونا سور باج انستغرام، تشوفوها من بعديك على الشاشه. تنجموا تعديوا لي كوموند نتاعكم سور انستغرام اي سور فيسبوك. اون اتوندون ديفلوبمون دو سيت ويب ان شاء الله. كيف نلقاهم في البوانت فونت نتاعكم اللي موجودين ذول اللي عندكم 25 بوانت فونت ولا اكثر؟ تلقى عندنا احنا 5 بوانت فونت في تونس. وي تلقاوها في روج جزيره تونس. سينو تلقاونا اون ليني نجاوبوكم 24 ساعه. وان شاء الله تلقاونا على حسن ظنكم. وراو بيير كاردان، بيير كاردان ما فادلكوش اللي هنا ديجا. الاونر هو كان موجود. كان موجود وي اعطى كلمه وكان فرحان برشا باللونسمون. سي ديجا اول مره في تونس قال معناها كيفاش لي انستغراموز لي اكتور ولي اكتريس جاو، معناها كانوا فرحانين برشا وروحوا معناها بحال الحق برشا محبه من تونس. خاطر برشا توانسه بالحق يحبوا المكياج لو برودوي نتاع بيير كاردان وديما يستناو كادوات من برا ولا يبعثوها. فوالا اليوم حطينا لكم معناتها وانتم عطيتيهم زاد كادوات. مش عليهم جاو من برا، على الاقل بيير كاردان تويكا موجود في تونس، تنجموا تعقديو وتنجموا زاد تهديو للناس اللي تحبوهم من بيير كاردان. دونك بعدا نزيد ضحى العكيري اللي هي خبيره تجميل. ضحى يظهر لي اي مراه تونسيه تحب تستعمل كما قالت نورهان بكري اي برودوي من عند بيير كاردان تنجم تتصل بك انت كنقول لنا مسؤوله عن خبيرات التجميل باش يلقاهم يظهر لي في البوانت فونت وغيره اللي باش ينصحوا المراه التونسيه كيفاش تنجم تستعمل البرودوي هذا هكا ولا؟ انا نجم اللي نجم ننصح به اي مراه تونسيه نقولها مرحبا بك باش تلقاني انا على الفونت اون ليني على لي باج. تنجم تلقاني، تنجم تسالني في حاجه نجم ننصحها بها في بيير كاردان. اي ميم اوسي حتى كي باش يجيونا سيغ بلاس في لي بوان دو فونت نتاعنا 13 نهج الجزيره تونس 29 نهج
29 ريتشارد ديغول زاد كيف كيف تونس وزاد كيف كوسما بلوس في نهج الجزيره. مرحبا بهم الناس الكل، زاد يلقاو زاد خبراء عنا في التجميل، زاد يعطيوهم فكره والكل، خاطر هو غني انه احنا باش نعطيو عليه فكره. راهو بيير كاردان قام ياسر تري بيغمونتي ومزيانه برشا، ينجموا يجيو. مرحبا بهم، فما خبراء دونك يجيو يلقاوهم بيان سور في البوان فونت. الخبيرات هذوما والخبراء نتاع التجميل يلقاو في لو دو بوان فونت في كوسما بلوس على عين المكان، والا اونلاين يلقاوك ضحى باش تنصحهم، وخاصه البرودوي هذايا معناتها متنوع يتمشى مع البشره نتاع المراه التونسيه الكل هكا ولا. وي جوستومون الاونلاين مرحبا بهم، اللي باش تطلبنا زاد كيف كيف نجم نعطيها فكره على بيير كاردان شنو يتمشى مع وجهك انت تسالني. مرحبا بها، زاد كيف كيف عندنا في البوانت فونت نتاعنا اللي هما في ريو تشارل دي غول 29 ريو تشارل دي غول تونس، زاد كيف كيف يلقاو كوسما كاش اند كاري، عندنا زاد كيف كيف كوسما دورابل، وعندنا كوسما بلوس زاد كيف كيف يجيو يلقاو البير كاردان، وميم عندنا خبراء في التجميل ينجموا ينصحوهم باللي حاجتهم به. يعطيك الصحه ضحى العكريم العكري بلوتو، ميرسي زاد نورهان القفصاوي. خلينا نمشيو بحذا الشيف سامي. مشكورة فاطمة، نوصلوا تو بالطبيعة للحاجة الحلوة نتاعنا اليوم، باش نعملوا كيك بالشوكولا من عند سمارت شيف. البريباراسيون بالحق كالعادة سهلة وما تاخذش برشا وقت. باش نستحق البريباراسيون، اللي باش نزيدها كعبتين عظم و100 غرام زبدة و100 مليلتر من الحليب. هذوما الكل باش نخلطهم منين نحصر على ميلونج هوموجين، وفي الاخر بالطبيعه باش نزيد لي بيبيت دو شوكولا اللي زاده حاضرين عند سمارت شيف، دونك تسهل علينا كل شيء. حطيت الفور نتاعي يسخن 180 دوغري، دونك كيما تشوفوا الميلونج بدا يتلم. دونك كان عندنا فوي سينو حتى نجمو بمغرفه راه نخلطو، دونك ما نوحلوش ما نحيروش. دونك توا كي تخلط الكل باش نحط لي بيبيت دو شوكولا اللي باش يزيدو يبنو الكيك نتاعنا. دونك نزيد نخلطهم باش ندخل بالكدا في الميلونج لي بيبيت، وكيما تشوفوا وصلنا للريزلتا اللي حاجتنا بها. جوست باش نقعد باش نحطها في الريسيبيون ونحطها في الفور لمده ماكس 40 مينوت ا 180 دوغري. دونك انا باش نكمل لي بريباراسيون نتاعي ومن بعد باش نرجع نشوفوا الطاوله نتاعنا كيفاش دريسي. يعطيك الصحه شيف، خلينا نزيد تويك وقايد باش نشوفوا سبوت الخاصه بانتر موبل. نلقاو عنده اكثر من 14 نقطه بيع موجوده على كامل تراب الجمهوريه، وديما عندهم جديد وديما عندهم دي برومو وتلال مع انتر موبل. نشوفوا السبوت ونرجع. مرحبا بكم الناس الكل، احنا موجودين في معرض لثاث بالكرام. دونك ما نجمش نجي للمعرض اي سورتو ما نعملش طلع على الدار الكبير على انتر موبل، وبيان سور كي نسمع انهم عاملين اون نوفيل كوليكسيون تلقاوها بيان سور معنا في الفوار. يلا معنا نعملوا دوره مع بعضنا. وفي 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 هوني بحذنا كالعاده صافا. ما نجمش نجي للمعرض ما نلقاكش انا. ليه امبوسيبل صافا؟ مالا كوليكسيون انا دخلت عمل دوره قبيله وما تعرفش ندخل المشاهدين معانا. توب واو تفتق، نشوفوا لي ديتاي اللي موجودين، حاجه مانيفيك. ليد التوش دو ليد اللي هي حاجه تري توندونس، خدموا ياسر على الكونتمبوران في الكوليكسيون هذه لا نوفيل كوليكسيون اللي انا ياسر عجبتني. شوفوا لي ديتاي نتاع الفرش، التيشو اللي خدموا عليه سورتو قماش دو اوت كاليتي دو اوت جام. لي كولور اللي هما ياسر خارجين السنات سكي بلون اي لي ديريفي نتاع الابيض الغريج الغري البيج، دونك حاجه ياسر مزيان. شوفوا زاد كيف كيف لي بلاكار. دورتي
اليوم معاكم وفيت مع انتر ميبل. اليوم وريتكم كل لا نوفيل كوليكسيون اللي هي براتيكمون مهيمنه اليوم في ستان تاعهم. ما وريتكمش برشا حاجات، ما وريتكمش لا كوليكسيون الكل، انما انتم كتجيو اليوم هوني دونك قبل ما يوفى المعرض والا في لي شوروم نتاعهم بيان سور باش تكتشفوا بقيه لا كوليكسيون اللي هي حاجه ياسر 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 مزيانه. دي توندونس الكل موجودين، لي تيكستور نتاع القماشات الكل موجودين، لي موديل الاذواق الكل براتيكمون تلقاو. ما تنجموا ترضيو الذوق نتاعكم ايجيو او بيان امشيو لل 14 نقطه بيع اللي موزعه من بنزرت وصولا حتى لجيبس، تلقاو كل ما يرضيكم بالاسعار المدروسه والحاجات المزيانه اي رابور كاليتي بري من احسن ما تختار. وبيان سور كي نقولوا انتر ميبل نقولوا الدار الكبيره، نقولوا زاد كيف كيف السعر والحاجات المزيانه والفيانه اللي متلقاها كان عندهم. هذه كانت سبوت الخاصه بانتر ميبل، نذكركم تلقاوهم على السيت ويب الخاص بهم www.intermeuble.com.tn والا عندهم السيت اللي هو انتر ميبل اوت، اللي تلقاو فيه زاد اكثر من 1000 ارتيكل فيه دي برومو. استغلوا الدليل نتاع انتر ميبل وطلبوهم وخذوا اللي حاجتكم به ولا زوروهم في ال 14 نقطه بيع الموجوده على كامل تراب الجمهوريه. وقايد زاد باش نحكيو تويكا على الدار، نحكيو مع اميره بن اسماعيل على قتلي على السال دو بان والسال دو هكا ولا هو فرق بيناتهم ولا ما فهمتش؟ هو فما فرق اما هي اول حاجه السانيتير، احنا اون جينيرال السانيتير هي سي ان بوزوان بي نلقاوها في لي لوجمون الكل، نلقاوها في الكوميرسيال في لابيتاسيون في لي اسباس بوبليك في في البلايص الكل، دونك سي ان بوزوان قبل كل شيء. اي بي توا شنو الفرق بين السال دو بان والسال دو؟ به الفرق اللي احنا نعرفوه اللي هو سال دو بان فيها بنوار ولا دوش، والسال دو ما غير دوش. اه مي السال دو بان اكثريه الوقت نلقاوها في الكوتي نوي بحدا البيوت واللي يستعملوها الفامي كهو، وفما زاده برشا كليونيت يقول لك انا صغر لي في البيت وعمل لي سال دو بان بريفي ما يقلقنيش، نحب سال دو بان بريفي وسال دو بان بور لي زونفون. هذه في الكوتي نوي. باهي وعندنا الكوتي جور اللي السال دو تبع الكوتي جور. كيفاش الكوتي جور؟ كيفاش فوالا الصاله ولا تتماشى مع الديكوراسيون اللي عندنا في الصالون. خاطرها نستقبلوا فيها نقعدوا فيها العائله ونستقبلوا فيها لي زانفيتي. دونك نحاولوا السالدو الشوا نتاعنا في الديكوراسيون يكون تبع الصالون نتاعنا ولا التيم اللي احنا خادمين بيه. باغ اكزومبل احنا عندنا صالون فينتيج وما نجمش هنا في الروبينيتري نتاع الضيف نحط روستيك مع الدوري مع ما يخرجش على بعضه، مي سال دو بان بريفي نتاعك تحط فيها اللي انت تشتهيه اللي تحب عليه تحطه. بيان سور ديما نتبعوا الديكوراسيون نتاع بيتك ولا نتاع الاسباس اللي عندك، مي انت تحب الفونسي تحط الفونسي. باش نتعداو للسال دو بان بور انفان، سورتو سال دو بان بور انفان. فما سال دو بان بور انفان. فما سال دو بان بور انفان، بون هو الاكثريه ولاو سويت بارونتال، دونك سال دو بان بارونتال، وفما سال دو بان كومون للي شومبر اللي قعدوا. سورتو اللي عندهم صغار يجيو يطلبوا يقول لك اعمل لي الغوفيتمون نحب وينا على صغيري تيم مارين ولا فلورال. انت صغيرك باش يكبر. ايه. ومتطلباته باش تتبدل وذوقه باش يتبدل. ما نحطوش حاجه مش نبدلوا له احنا كل ما هو يكبر احنا نبدلوا له الفايونس ونبدلوا له ستيل. دونك نخدموا حاجه انتمبوريل ما تموتش تقعد مع العمر، وكي يبدا عندنا صغار كيما هكا ندخلوا دي توش في التابي في الديكوراسيون في الديكوراسيون دي تابلو دي سان انيمي اللي يحبها خير من نبدلوا غوفيتمون كامل على كل مع كل عمر معناتها. ايه سينون توا عندنا توينزا يعملوا سال دو بان بور انفون وحدهم معناها لصغارهم. هي مش بور انفون، هي بور لي شومبر اللي في الكوتي نوي. مي اللي عنده صغار بيان سور هما اللي باش يقول لك نتاعي هذاك فوالا باش يقول لك هذيك السال دو بان نتاعي وما يدخلها حتى حد. كان دي زانفيتي قراب يبيتوا بحداهم هذيك حاجه اخرى. بي توا شنو وين يحيروا العباد؟ نعمل بانو ولا دوش؟ خاطر نحبوا نعملوهم الزوز احنا كي يبدا عندنا ليسباس علاش لي راضيو رواحنا وراضيو صغارنا وراضيو الناس الكل. مي هما باش نعطي لي زافونتاج في الزوز عندنا في البينوار. لافونتاج نتاعها سورتو كي يبدا عندنا صغار الدوش نتاعهم بلو براتيك، وان بلوس فما عباد مغرومه بالبانو
عندها البانو غولاكساسيون ما ينحيوهوش و او ميم طو يمشي زوز دوش وبنوار فهمت نتعديو للدوش عندنا دو تيب دو دوش عندنا الدوش بالغوسيفور مي ديما يحصرنا باللي ديمونسيون وعندنا الدوش الايطاليان اللي هو السول نتاعنا والغوفيتمون يكمل على السيرفاس الكل ونحطو جوست سيفون نتاع الدوش الايطاليان ويهبط الصلب في السيفون ويولي لك دوش على العرض نتاع السال دو بان نتاعك باغ اكزومبل انت قليل تاع عرض ولا 1.40 نجم تسكر تولي دوش الايطاليان على طولها. بلو براتيك ولا ممكن اكثر الدوش الايطاليان لي زافونتاج نتاعو ايكونوميك في تبذير الماء باغابور البان و براتيك للعباد الكبار. صحيح جيت نقول لك ساعات فوالا على خاطرك تقع عندك حد كبير تبدل تنحي البانو وتحط الدوش. فوالا دونك هو السنين الاخرى الاكثريه يجيونا لي كليون بعد ما يكبروا صغارهم ويسافروا ويعرسوا يولي يبدل البنوار بالدوشه الايطاليان ويحط معاها بانكيت ارتاح له وبلو براتيك. وكل واحد والبزوان وكل واحد والبيدجي اللي عنده زاد. وتقول لي يقتصد في الماء سي ديجا حاجه باهيه برشا. فوالا هي ماذا بينا احنا الزوز كي يبدا عندك حتى في التنظيف زاده حتى في التنظيف اسهل برشا كي تبدا القاعه ديجاجي وكل شيء سسبوندو دونك حتى في ليجين خير برشا ما فماش لي جوان ما فماش لي كوان دونك ديما انظف. هايله برشا من بكري رستم يغزل لي بالحق انا ما رحبتش برستم اللي هو جاي خاطر تخلى هكاك ديريكت بعد ما خرجوا الجماع مرحبا بك سي رستم نحب نسالك على البانو ديجا اسكو عندك انا فهمتك عندك بانو ولا سلدما عندي زوز صح يا اخوي عندي بانو افكتيفمون اولا عسامة فاطمة مرحبا يا سيدي ديريكت خدت فيا انا ولا البرنامج انت عازم لا نورمال انا نعمل هكا وندخل الشيف سامي الدراوي قاعد يطيب ونسلموا عليه من بعدين. الور لا هي برجوليه فاطمه ايه. البانو يعمل كيف ايه. خاصه بعد التعب وقت واحد يعمل بانو يرتاح وخاصه يبدا سخون متعب الكل لكن كما كانت تقول اميره فما الدوش توصل الاولاد الكل ولاو ماذا بهم فيسا دوش والرابيد بالقدا بالقدا وقتي خاصه عندك الضيف شنو هو اللي اللي بالضا واللي بالماء درا شنو هو حتى الماء ولا بالكولور تو فوالا صحيح بالكولور واللي يجي ضيف ما فيها هكا الدوش هذاك ديما اسهل ديما اسهل فوالا ياسين نمشيو زاد رايك العيش زاد ما خير تعيش في بانو ولا تعيش في ولا كما قال هو البانو ارتاح الدوش ربما في الصيف خاطر بانه الاستحمام اليومي وتعب وكذا يبقى هي مش مربوطه ببناء خير شنو قداش شنو نجموا نعملوا تو ميزانيه العائلات التونسيه كي تخلط على حاجه متوسطه ولا حاجه بقى. ربما يكون حسب الميزانيه فما اللي يعملهم الزوز راهو معناتها مش خاطر برشا فلوس ما ياخذ حاجه باهيه سال دو بان يعمل سال دو بان وحده للعائله الكل ويتعمل فيها الزوز ديبليكس ولا الدوبليكس فهمتني النجم الفوق واللوطه كيفاش يعمل والدوشه الايطاليان ما تنجمش معناتها ما تنجم فوالا ما تحسروش فهمت يقعد مسيب ساعات فما انا شفت اشهار ما نعرفش كاريتوشي كيفاش تعمل المراه بدلت السال دو بان نتاعها عملت هي تحب البانو وراجلها يحب الدوش دونك جاو خرجوا لافابو لبرا والداخل فما البانو وجوست سيباراسيون اللي هو شويه بلار ولا حاجه للدوش اما الزوز موجودين حتى البانو حتى البانو الواحد وقت باش يعمل دوش خفيف خاصه في الصيف انا ما وقت تلقى عبد كبير يخاف ويزلق طفل صغير يزلق دونك فما نيفو يطلع فيه سيرتو معناتها لي دوش الايطاليان سيرتو اللي يبدا مسكر باللي باغوا نعملوا بانكيت بانكيت مبنيه ولا ياخذوا كل لي شيز غاباتابل يطلعوا صحيح ميرسي اميره بن اسماعيل باش نكملوا باش نكملوا حاجه اخرى مازلنا فاطمه خاطر باش نعاونوا احنا العباد اللي اون كور دو كونستركسيون ولا باش يعمل غي اميناجمون في السال دو بان نتاعو ان شاء الله تو نمشيو لرستم نعملوا له غي اميناجمون ان شاء الله كيك باش ما ندوروا له دوش باش يحب البانو دوش دوش باش نشاركوا توا شويه باش نحكيوا على التوندونس في الغوفيتمون في لي زيكيبمون سانيتير بي في الغوفيتمون ديما رجعنا سنين الاخرى للليفي ناتوريل ليفي باركي ليفي ماربر ليفي بيير ليفي بيتون
ما يموتوش، يقعد ديما تقعد ديما انتمبوريل، معناتها ما تموتش السال دو بان ولا الغوفيتمون اللي عندنا. وبيان سور ماذا بينا نخلطوهم كي نعملوا الشوا نتاع الغوفيتمون اون باراليل نعملوا الشوا نتاع لي زيكيبمون سانيتير اللي هما الكوفيت واللافابو والروبينيتري باش يمشي انصامبل كامل. كي ناخذوا الفورم كاري ولاو توا تبارك الله برشا برشا انواع وبرشا الوان برشا ديزاين ولاو، ولا فما في الالوان الكل نلقاو كيما الكوفيت كيما اللافابو كيف كيف الميتيجور تلقاهم الكلهم كولوري في في الدوري في النوار في في الكرومي. كي نخدموا على الكاري نكملوا لونسومبل الكل في الكاري، كي نخدموا على السيركل كيف كيف نكملوا في نفس الفورم اللي عندنا. سينو باش نحكيوا على لي نيش اللي هما اوبليغاتوار عندي انا في البينوار سورتو اللي يبدا اون شانتيي، معناتها مازال ينجم يعمل يبدأ. دو بريفيرونس نعملوا نيش طويله باش نحطوا فيها لي برودوي خير ملي نشري وكل لي زيليمون ويفسد وبالهوميديتي يتهلك ويتكسر وحنا الشامبوان تبارك الله نسي عندنا لي برودوي ما يوفيوش. دونك كي نعملوا نيش انكاستري منها فونكسيونيل ومزيانه اون ميم طون. صح. بي فما حاجه اخرى ولات تتخدم ولينا نخدموها اكثر في لي سانيتير هما لي غروند زوفيرتور. ما عادش نخدموا الشباك صغير باش يبدا مش مكشوف على على السال دو بان، ولاو يتخدموا دي زوفيرتور مي نعملوا حساب الفيزافي اللي عندنا. باغ اكزومبل عندنا جاردان ديفير نجموا نحلوا فيها لي زوفيرتور نتاع البيوت نتاعنا، نعملوا اوفيرتور كبيره تدخل الضوء وتحلي الاسباس ويولي اشره ازين وخير. وسينو ما نجموش نعملوا اوفيرتور كبيره على الجاردان نتاعنا، نحطوا دي بلانت ارتيفيسيال بيان سور نرجعوا لي بلانت نحطوا دي بلانت ارتيفيسيال تحيي ليسباس، ولا عندنا زاده دي بلانت ناتوريل كونسو بور لي اسباس اوميد كيما البامبو كيما الاوركيدي تعطي منظر حلو ترتح. في التصويره هذه ذكرتني باركيتكت مصريه في اليوتيوب انا شفتها كيفاش هي طيحوها ما عطاهوش شهادتها في مصر على خاطر هي عملت في الهندسه نتاعها عملت البانو يطل على شباك كبير على جردة. فوالا دونك كي مشات هي لماليزيا جو بونس ولا حاجه صورت لهم فوالا مي بروف شوفوا انتم طيحتوني على حاجه هكا مي فوالا العباد تعمل فهمت. هذا توا كي تبدا كوتي تبدا جاردان بريفي وما يتعداوش منها ما فماش باساج معناتها بريفي نحكيو اسباس بريفي. سينو فما فوالا سينو فما الفيرسابلي يعطي نفس ليفي ما يظهرش من برا ما يدخل دخل الضوء لو ماكسيموم. وكيما قال رسول حاجه تحب ترتاح وحاجه لوكس وكل شيء دونك على جد تعمل شبان ويطل على حاجه مزيانه بيان سور. حتى الغوفيتمون وي حتى في الغوفيتمون ولا فما برشا انواع كيما لي غروند دال لي غروند ديمونسيون معناتها تلقى نفس الموديل في بلوزيور ديمونسيون تلقى زاده اللي خارج توا في الغوفيتمون الموزايك ولا السيراميك اللي يبدا كيما قشره الحوته ولا يبدا دي سيركل ولا دي لوزانج اما ما نكثروش منه نعملو في بارتي بركا فوالا وين وين لافابو نتاعنا ولا وين الفاسك ابوزي. ميرسي اميره بن اسماعيل يعطيك الصحه على المعلومات هذه الكل. خلينا نشوفوا تويك الفقره الخاصه بنزار النيفر وفقره ال جي. مرحبا بكم في حلقه جديده من روبريك نزار النيفر باي ال جي. اليوم حلقتنا تحت عنوان كيف تحب 3 بوان دو سسبونسيون. باغ اكزومبل كيف تحب تورق مع امراه فرنسويه لازمك تعرف مينيموم تاع كلام اون فرونسي على الاقل يسامي الحيوانات اون فرونسي مش كيما السيدات. Et tu dois me dire comment s'appelle le bébé de l'animal, d'accord? Bye bye. Alors, un cheval, le bébé du cheval. Un petit cheval. Un chevalot. Voilà, cheval. Ouais. Vas-y, moi, je parle bien français. Une poule. Une poule. Ah, un poussin, une poussin. Ah, bien. Un poussin, une poussin. Le bébé d'un moustique. Moustique. Oui. C'est un petit mouche. Mais c'est quoi ça? C'est sérieux? Les petits chmékins. Une vache. Une vache? Une agile. Ça veut dire une petite vache. Dernier essai. C'est quoi le bébé d'un chien?
شيان. الفيديو الثاني كيف تحب تحط غناية شعبية أفون في كرهبتك وانت في مصر، تنجم تتبركة مي بالطريقة هذه. هما اللي براكاج ولا لوحة إن شاء الله ديما يبركيونا كيما هك، براكاج فني بامتياز. الفيديو الثالث كيف تحب توصل ميساج لمرتك، أول حاجة لازمك تعرف مع شكون توصله لها. والله في حاجة اسمها إتيكيت التعامل مع الزوج، مش محتاج أقوله معروف إن الرجل نعمة من نعم ربنا زي الأكل والشرب، هو أحسن. هذه النعمة اللي ربنا خلقها في الأرض ليها إتيكيت، أنتمتك، مامتك، اختك، حماتك لا استثناء، حماتك عادي كملي دي امك. لا انا تبع الزوج. ودخل سمعتي المفاتيح ودخل. كان توصل المساج من عند العبد الغالط يحصل ما لم يكن في الحسبان. جوز البحر. استني لو سمحتي انا دلوقتي بشغل حاجه كده. تعال اعمل عشاء يا حبيبي، تعال تعال مش هعمل عشاء يا حبيبي، تعال تعال مش هطبخ يلا. وانقلب السحر على الساحر. الفيديو اللي بعدها كانت تمشي لمصر، نقضوا لمصر، كانت تمشي لمصر وتحب تتعرف على فتاة مصرية في الشارع، لازم تتعرف على الكود هذوما. سالي سويت ليونا لسه حاي. سبحان الخالي، ربنا اداكي كل حاجة. ميرسي. إلا أنا. بس المنيو ده فيه كل حاجة إلا الحاجة اللي أنا عايز أطلبها. إيه هي؟ إيدك. هذه اسمها رومانسية على مصرية. نقطة ديما في الرومانسية، كان تحب تغني غنية رومانسية وتاخذ غنية رومانسية ما انت من داخل فدت من روحك ومتقلق من الانسان اللي انت عايش معه، زعما كيفاش تخرج الغنية. حبيبي متخلف عبيط، غبي جدا، شخص طيط، حالته بتسوء كل يوم، بيقولوا انت مريض، لقيت الفرحة ده بهدلة وانت بعيد، عشرتك فيها مرمطة، حاجة تقرف بنتي تيت. الفيديو الأخير كي تبدأ انت محبط وبتحب تخرج الأحباط اللي عندك وتكمل على مرمتنا، يخرج فيديو كما هك. حاجتين في جسمنا مرتبطين ببعض، قلبك وأفاكي، تفتحي قلبك تاخدي على قفاكي، معروف. هذايا هو الاحباط بعينهم. احنا باش نحيو الاحباط كيفاش؟ نمشيو مع الجي. وكما قلت لكم توا وقيت الجي مع امل. مرحبا بك امل. عسلامه نزار، مرحبا. مرحبا. الوغ اليوم باش نكملوا نحكيو على التلافز الجي. الجي اليوم باش نحكيو على الماجيك ريموت. الماجيك ريموت اللي راهو فيها لهنا. اللي هي التليكوموند ماجيك. التليكوموند ماجيك اللي هي تليكوموند افيك كورسور، يعني لاكسي يكون بلو رابيد وفاسيل للتلفزه تنجم تتحكم فيها فاسيلمون. فاسيل ما افيك كورسور كيما السوري تاع الاورديناتور. كيما السوري في بلاصه باش تقعد تمشي بالفليشه هاكا فاسيل بالكورسور يتحرك وتمشي للشاشه الحاجه. احنا قلنا اللي فيها ديزابليكاسيون مره اخرى معناتها كل الاورديناتور. تنجم تختار اليوتيوب الشاهد كيما قلنا مره اخرى نتفليكس وانت بالتليكوم تاعك. تنجم تتحكم فيها بالكورسور. فيها خاصية أخرى تنجم تتحكم فيها حاجة أخرى. أي حاجة أخرى اللي هي ريكونيسونس فوكال. ريكونيسونس فوكال معناتها بالصوت. بالصوت يعني تعمل ريشيرش فوكال مثلا باش تمشي لليوتيوب باش تلوج على حاجة هاكا في بلاصة باش تقعد تكتب هاكا تقرب التليكوموند وتقول شنو الحاجة اللي باش تلوج عليها. قلت لي تختار اللغة اللي تحب عليها، فرنسي، أنجلي وحتى العربية موجودة. أنت تختار اللغة اللي حاجتك بها. هذه التليكوموند ماجيك من عند ال جي. ال جي باش تسهل لك ديما حيلك. بيان سور. غدوه باش نحكيو على حاجه اخرى في ال جي. نحكيو على حاجه اخرى غدوه ان شاء الله. كيما قلت لكم امل غدوه باش نحكيو على حاجه اخرى. انا نزار نايف نعطيكم رونديفو ان شاء الله غدوه نفس القناه ونفس التوقيت. باي باي.
مشكور نزار النايفر وفقرة الجي. خلينا نطويك نجيو مع كومفورتكس ورستم بوهليل اللي عنده يذول باش نحكيو على الجامة نتاع البيبيات. مازلنا هكا ولا رستم افكتيفمون خاطر غدوة الحي باش نعملوا التيراج الصور باش نعملوا ريكاب على الكادو نتاعنا اللي غدوة الحي ان شاء الله واحد من السادة المشاهدين باش يربح ولا واحدة ونقولوا له مبروك من تو فيسا فيسا يجري وباش يعملوا الجام ويبارتاجيوها ويتاقيو ثلاثة من أصحابهم. ألور للمرة هذه عندنا الهابي بيبي اللي هي المتلة اللي حكينا عليها ما نسيناش الصغيرات كونفورتكس ديما معروفة بالكونفور نتاعها وأونتر بارونتيز كيما نقول اللي حاجته بالمتلة نتاع كونفورتكس من أي روفوندور أوفيسيال نتاعنا يجرب قبل ما يشري المتلة نتاعو. المتلة نتاعنا هذه الجارونتي نتاعها 5 اون، الهابي بيبي نتاع البيبي نتاعنا أونتي أكاريا أونتي باكتيريا، حاجة حتى الموسم نتاعها كونفور على الأخر بتل فاسون خاطر بيبي يلزمو يكون مرتاح كونفور باش ينجم يرقد. زاد فما حاجه اخرى كان لاحظتها فاطمه وحكينا عليها الجمعه اللي فاتت اللي هو ليبيسور نتاع المتله هذه راهو قليل ليبيسور ماهوش عالي خاطر الوليدات فيسا فيسا ولا البنيات باش يكبروا يوليو نجم يكبشوا في الفرش نتاعهم ينجم يطيح. مع تهنا كومفورتكس خرات حساب باش ما ينجمش مخمم في كل شيء. فاطمه كيما قلت لك لوريي هذه نتاع نوفوني تشوف فيها سوب تري كومفورتابل فهمتني وعنده في الباك هذا فما لوري الثانيه هذه باش يكمل البيبي يرقد عليها اللي نحسوها حتى في الدونسيتي اخشن شويه من الاخرى. وعندنا البلاك دو موس هذه لا فورم كيما تشوف فيها اللي عنده اللي بيبي ديما عندهم دي ريفلي واحد فهمتني ينجم ترقد البيبي نتاعها على الماتلا لو ميم ميزور لو تيسيو نتاعها انتي اكاريا انتي باكتيريا. وعملنا زاده ما نسيناش الام باش وقت يتبدل للبيبي لا فورم هذه عملناها زاده البلاك دو موس هذه كيما تشوف الاجنبه نتاعها لهنا باش تعاون الام باش تبدل للبيبي نتاعها باش ما يدور ما يتكرم منها ومنها بدرا اوبيتال على تتوسخ حاجه سهله في التنظيف تبدا مرتاحه للبيبي ولا دونسيتي دو موس نحكيو ديما في الاوت ريزيليونس باش البيبي يكون مرتاح كونفور. فاطمه بريف لهنا الكادو نتاعنا ان شاء الله غدوه الحين نعملوا له تيراج وسور. نذكروا الساده المشاهدين اللي احنا خاصه جماعه الساحل كونفورتكس باش نكونوا موجودين بحذاهم ان شاء الله من هذا 9 مارس حتى 19 مارس في معرض في المعرض. زاد كونفورتكس هوم اللي البرودوي النوفو نيم تاع 2023 نتاع كونفورتكس سوتيم باش تكون موجوده بالبرودوي نتاعها والقامه نتاع لي صالون وبيوت النوم بيوت الفطور. مش نلقاوك غادي ولا مش نلقاوك؟ والله بحول الله نكون موجود ان شاء الله. يعيشك يا رستم. زاد حاجه ما نستغربوهاش من كونفورتكس. خلينا تويكا نخرجوا فاصل ونرجع. علاش ليه؟ Thank you.
تير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى؟ حارة اوبا ده جامد يا عم نايس ممتازة بنينة رائعة حلو بس حارة والله بس عادها قوية طبعا ميسي يا عم عسل الله حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على شان الجو نفس النوع بس تقدمه ثانك يو نادى ربه نداء خفيا من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا عهدت وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين بسم الله والله أكبر نور المكان كامل نور هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للدنيا
نقدر نغزو. وفعلا صحيح. يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس. الآن غسالة LG جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جدا بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب، عناية فائقة الجودة، وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي، حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش، ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية. LG Life is good.